فصل ني فرانفاسيا اي اليستينجا او تانجيتا كير سانيا كابو سونيلا اني سوكو فتاكالا كابنيلا واجبون جاغو يالي وهو نيت استينجا ولا عليلي غسل موضع الحدث كان نغيروكو بالماء نجي ويستنجا موبيت تانجيتا كي من كل ما فمبه كوسون يخرج من ببو من المخرجين بويرو فلافي معتادا من بلاد البلوما نماكيني بانسراي سوى الريح مفو فنو تنجيت تلا فنو بولي كوسون وصفته تنجيت كتشويا أن يبدأ كدمنا لك بغسل يده اليسرى كنمان بلوكو قبل ملاقاتها كنمان بلوين كمغا كنمان بلوين كسي الأذى نغما ثم كفي بغسل محل البول كسونا يروكو ثم كفي ينتقل أبي المكبو سونا يرولا إلى محل الغائط كتسوكو فتغا يروما ويصب الماء أبي جيبون على يده أبلوكا غاسلا بها المحل أكني يرونكو بغي ويسترخي أبير اللبلا كيفري توي قليلا دوني ويجيد العركة أبي تركليك كاني حتى فو ينقي المحل أبي يروسانيا ثم كفه يغسل يده أبابلوكو بعد ذلك كفه بالتراب لتشنشن ونهوه أنو أمونا والاستبراء نغير اللغلان كبن نغلا واجب جاو يلي وهو استبراء استفراغ ما كفل لغلان في المخرجين من بويروف للا من الأذى كبن نغلا وصفته أكتغير من البول سونفه أن يجعل ذكره كتيابلا بين أسبوعيه أبلوك مدين فلانيونك السبابة ميتا يبلوك مدين والإبهام أن يبلوك مدين با فيمرهما أبلوك مدين فلالاتما من أصله كتا تيالا سلا إلى بسرته كتا سي أنوكولا وينطره أبي تيالا سرسري يفعل ذلك أبوك ثلاث مرات شنسبا بخفة أباك ننغيه في السلط تيالا سماسماليلا والنطري أني أكونغوليلا ويجب غسل الذكر كياكل جوان كل أبلجني لخروج المذي مذي بولي كوسون وفي وجوب النية من يتلي جوالي في غسله كياكل لا مذي بولي كوسون قولاني مفلالي بلون كبغوفي دوكو من يتلي بك دوكو تكين